اروي لكم عن قصة طل المصطفى، استقام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما، قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما، ألم تاني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغفير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول حاز خلق عظما، فتأملوا في قائد ومجند، قد أظهر الإسلام حبلا فيهما، هذا محمد كاشفا عن بطنه، تفديه روحي مرسل ومعلما، يعطيه ذاك العود دون تردد، ويقول خذ مني القصاص مسلما، فإذا به في لهفة وتشوقا، وكأنه يروي الفؤاد من الظما، يجسو سوادا كي يضم حبيبه، لم يستطيع من شوقه أن يحجما، ويعانق البطن الشريف بوجهه، متبركا متمرغا كي يغنما. صلى عليك الله يا خير الورى، قد صار حبك في شراييني دما. صلى عليك الله يا خير الورى، قد صار حبك في شراييني دما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما وعدت متابعيني بمفاجأة محضراها، عشان النهارده يوم مش عادي، مش عايزين نخلي أي حاجة تنسينا يوم الأم. كل أم بتتفرج علينا، أمهاتنا الراحلة أمي الله يرحمها، كل أم جميلة بتتابعنا، كل سنة وأنتم طيبين. حبيت أنا وفريق العمل نقدم لكم حاجة بسيطة النهاردة، نقول لكم إن عيد الأم مش ليه يوم محدد، بس ما كانش ينفع ننساكم النهاردة. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم في حياتنا، كل سنة وأنتم أجمل حاجة في الدنيا دي. رحبوا معايا فريق العمل بتاعي، أستاذة هند أهلا بيكي، أستاذة أسماء أهلا بحضرتك، أستاذة نجلاء أهلا بيكي. جاهزين نقدم حاجة بسيطة للأمهات النهاردة نفرحهم معانا؟ إن شاء الله. أول حاجة معانا إيه النهاردة؟ قصة بعنوان الدين الذي لا يسدد. طبعا احنا عاملينها بسرعة جدا جدا جدا، فسامحونا على أي حاجة بقى تصدر مننا. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في زمان ثلاث إخوات، لا كانوا فقراء ولا كانوا أغنياء، كانوا يقولوا الحمد لله مش محتاجين لحد نمدله إيدينا، وعاشوا الإخوات كده طول الأوقات. وفات الزمان وفاتت الأيام، وفي ليلة من ذات الليالي التلات إخوات سمعوا أغرب الكلام، سمعوا عن مملكة كل اللي فيها خير، الأكل كتير مفيش حد يشتريه، والحب كتير مفيش حد بيجيله، والمية سكر والتراب دهب، والزهر هنا وهناك متلون طول السنة، مملكة ولا في الأحلام. لكن من سالف الأيام يا مناس غناي ويا مناس غلابة راحوا المملكة، لكن الحراس ما دخلهمش من البوابة. ليه؟ الله أعلم. التلات إخوات قالوا هيجرى ايه لو رحنا نجرب بختنا. اول الاخوات يا اصحابي هو اللي ابتدى، واول ما راح مشي من بلدهم في الصباح، وصل المملكه بالليل، وقف على البوابه وخبط. حراس البوابه طلعوا له الا وشيخ عجوز طلع من بين كل الحراس وقال له ممكن تدخل مملكتنا وتعيش مرتاح البال، بس في الأول لازم أسألك سؤال، من قبل ما تجيلنا ما سبتش دين عليك لحد؟ والله يا عمي أنا عشت في الدنيا، لمد إيديا ولا حب يبقى في دين عليا، وبجد بجد مفيش عليا
دين لأي حد. هو 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 يا مسكين، إن كنت غني إن كنت فقير، أنت غلبان من الغلابة، وزي اللي قبلك مش هتدخل من البوابة. واستغرب أول الإخوات، وزي ما راح زي ما جه، بعد كده راح تاني الإخوات وخبط على الباب وقال له العجوز: ممكن تدخل مملكتنا وتعيش مرتاح البال، بس في الأول لازم أسألك سؤال، قبل ما تجيلنا ما سبتش دين عليك لحد؟ والله يا عمي أنا عشت في الدنيا لمد إيديا ولا حب يبقى في دين عليا، وبجد بجد مفيش عليا دين لأي حد. هو 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 يا مسكين، إن كنت غني إن كنت فقير، أنت غلبان من الغلابة، وزي اللي قبلك مش هتدخل من البوابة. وتالت الإخوات يا أصحابي راح بعد منه خبط على البوابة وقال له العجوز: ممكن تدخل مملكتنا وتعيش مرتاح البال، بس في الأول لازم أسألك سؤال، من قبل ما تجيلنا ما سبتش دين عليك لحد؟ والله يا عمي أنا عشت في الدنيا لمد إيديا ولا حب يبقى في دين عليا، وبجد بجد مفيش دين عليا لأي حد، بس عليا دين كبير لا هعرف أرده ولا هعرف أسده. الدين ده إيه؟ ومش قادر تسده ليه؟ الدين عليا لأمي، من قبل ما الأرض تشيلني هي شالتني، ومن قبل ما اللقمة تأكلني هي أكلتني، ومن قبل ما تشوفني خافت عليا، ومن قبل ما أحبها هي حبتني، وإن عشت يا عمي ألف عمر فوق عمري مش هعرف أرد دين أمي. هو 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 أنت رديت على السؤال، ادخل يا ابني وعيش عمرك مرتاح البال، اللي ما ينساش فضل أمه في أي وقت من الأوقات هو اللي هيعيش في تبات ونبات. تالت الإخوات هو اللي عاش في تبات ونبات، عارفين ليه؟ اكمنه ما نسيش فضل أمه في أي وقت من الأوقات. حلوين أمنا حبيبتنا، من قبل ما تشوفنا خافت علينا وحبتنا، وعشان خاطرها الدنيا حلوة النهاردة أحلى من أي يوم. حلوين لازم كل واحد فينا ما ينساش فضل أمه علينا. كل سنة وكل أم طيبة وبخير. أنا بشكركم على القصة الجميلة دي، الدين الذي لا يسد. حد فينا يقدر يسد دين أمه عليه؟ لا طبعا. طبعا تحبوا بسرعة كده قبل ما تقلبوها لي دراما تشكري ماما وتوجهي لها كلمة؟ بشكر ماما واقول لها ربنا يخليكي ليا، كل سنة وانتي احن حد في الدنيا، واشكر كل ام في الدنيا، كل قرايبنا ليهم فضل علينا، عمته وتيتا وخالته وحضرتك طبعا. كل سنة وانتوا طيبين. وانتوا طيبين. استاذة اسماء تقولي مين كل سنة وانت طيبة النهاردة؟ هقول لكل ام مصرية واولهم امي، ربنا يخليها ليا ويديها الصحة ويطرح في عمرها البركة، وحضرتك ليكي فضل كبير علينا، وكل ام مصريه على دماغنا من فوق، وكل سنه وهم طيبين. توجهي ايه لماما؟ كل سنه وكل ام طيبه، ربنا يرحمك يا امي وتخليك فسيح جناته، عايشه بدعائها، عايشه بنفسها، نفسي اخدها في حضني، الله يرحمك يا امي. ربنا يرحمها ويرحم امي واموات المسلمين جميعا. النهارده مش عايزين نزعل، احنا النهارده عايزين نفرح الناس اللي بتتفرج علينا، صح؟ طيب جاهزين نقول ايه؟ حملتي؟ حملت. صح؟ صح. طيب حملتي رفعتي ايدك في السماء وقلتي يا ربي ارزقني بخلفه صالحه تعب لها واسهر وربي، وفي الجنه انا وهم نكون صحبه وده امالي. أمي يا أمي يا أمي، من غيرك كده يحمل همي، سهرتي تعبتي شقيتي ما نمتي علشان أرتاح أنا. أمي يا أمي يا أمي، دي الدعوة اللي تحقق حلمي، منك انتي يقبلها ربي، دي من قلبك للسماء. ويوم ما تعب وانام على السرير بلاقيكي جنبي،
بحني الاقي التداوي وايد بتدعي يا رب يا ربنا يا رب العباد اشفي لي ابني. ويوم ما كبرت وقفت على رجلي يا امي حاولت ارد لك شيء من الجميل ما قدرت اوافي لقيتك لسه واقفه ولسه بتقولي يلا يا ابني اتعب معايا يلا نور رضايا دي الجنه غايه يا رب ان شاء الله وندخلها. امي يا امي يا امي من غيرك يحضن ويضمني من قلبه غيرك يا عمري من قلبه غيرك يا عمري. كل سنة وكل أم بتتفرج علينا في كل بقاع الأرض طيبة وبخير. حلوة الأغنية. طيب مجهزين إيه تاني نقوله لماما النهاردة في عيد الأم عشان وقتنا مش كتير؟ ماما يا ماما يا أصيلة. ماما يا ماما. بالمناسبة جزء كبير من اللي كنت هقدمه دلوقتي كنت بجهزه لحفلة عيد الأم عندنا في حضانتنا، ولكن إرادة ربنا هي فوق كل شيء، فأنا كل أولياء أمورنا الأعزاء أولياء أمور حضانة المنارة الحديثة بوجه لهم تحية كبيرة، كل أم بقولها كل سنة وأنت طيبة، وإن شاء الله نرجع حضانتنا بالسلامة ونعمل أحلى فقرات لعيد الأم، وكل سنة وكل أم طيبة. مجهزين لهم مفاجأة في آخر الحلقة. في آخر الحلقة في فيديو جاهزة؟ إن شاء الله. ماما يا ماما يا أصيلة. ماما يا ماما يا أصيلة في عيوني أجمل جميلة يا شمعة تنور عيلة انتي حياتي يا ست الكل. ماما يسلم لي يمينك هفضل شايل جميلك بوسة مني على جبينك. ماما يا ماما يا روح القلب لما تعب بتراعيني ولما زعل بتراضيني ولما غلط بتقولي لي ابن حبيبي ده لا مش صح عارف انك بتحبيني بتطبطبي وتواسيني انا متربي فاهم ديني وهبرك انا طول العمر. ماما يا ماما يا حياتي بنحبك انا واخواتي وكل العيله بتهواكي وبابا كمان قال مالكي ازاي. ماما يسلم لي يمينك هفضل شايل جميلك وبوسة مني على جبينك. ماما يا ماما يا روح القلب كل سنة وانت طيبة يا أمي. مجهزين ايه تاني؟ وقتنا قرب يخلص. مجهز الدنيا. كل سنة وحضرتك طيبة. هنغني بقى انا بهدي بوكيه الورد الجميل ده لكل ام في كل بقاع الارض. كل سنه وانتم طيبين ويا رب النهارده رغم بساطه اللي بنقدمه بس حاولنا والله ندخل على قلبكم السرور. هنقول جنه الدنيا يا ام لما بتناديني لما بتناديني لما بتناديني وتقولي اغمض عيوني يسعد قلبي ويفرح يومي وانسى الدنيا كلها. يا رب يريح بالك ويديك على قد جمالك يسعد قلبك ده انتي يا مامتي احلى حاجه بحبها. وبقولها وانا فرحانه عمري في يوم ما هنام زعلانه وفي حضنك هفضل دفيانه ده انتي الدنيا كلها. يا رب يبارك فيكي يسعد قلبك ويراضيكي الجنة تحت رجليكي وحياتي ملكك كلها. كل سنة وانتي طيبة يا أمي. بوجه رسالة لأم زوجي ماما سعدية النهاردة عيدك ما يكفينيش كل هدايا الأرض أحطها تحت رجليكي. كل سنة وانتي طيبة انتي أمي بمعنى الكلمة وعايشة بفضل الله ثم دعواتك ليا. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي. وانا بوجه كلمه برضو بوجه كل سنه وانت طيبه يا ماما مامة زوجي الاستاذ محمد. هي ليها برضو فضل كبير علينا هي امي الثانيه ربنا يخليها لينا وهي تعبت في حياتها جدا جدا جدا. واقل كلمه اقولها لها دلوقتي قدام الناس كلها ربنا يبارك في كل امهاتنا. معانا بقى ايه جنه الدنيا معانا ايه الابداع جنة الدنيا يا امي. جاهزين؟ انا زوري وجعني وما يعلم بيا الا ربنا بس مش خساره النهارده ان انا افرح الامهات اللي بتتفرج علينا النهارده فسامحوني بقى على النشاز اللي طالع ده وتقبلوه مني. وكل سنه وانتم طيبين.
جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك منايا، كل نبضة تحكي يما إن أحبك يا هنايا. كيف أنا أوصف لك شعوري وصدق حبي يا دوايا، مهما رتبت المعاني تايه أنا مني الكلام. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي، انت صبحي انت ليلي انت أرضي مع سمايا، انت عطري انت حبي انت أنفاسك معايا. جنة الدنيا يا أمي، من غيرك ضم همي قبل ما يسمع ندايا. بحبك يشهد صوتي مع صدايا. جنة الدنيا يا أمي، أدعي ربي ما تغيبي وتبقى أحضانك كفاية. يشهد الله يا حنونة إنك الفرحة وهنايا. جنة الدنيا يا أمي، جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك منايا، كل نبضة تحكي يما إن حبك يا هنايا. كيف أنا أوصف لك شعوري وصدق حبي يا دوايا، مهما رتبت المعاني تايه أنا مني الكلام. جنة الدنيا يا أمي، إهداء إلى روح أمي الطيبة. كل سنة وأنتم طيبين، مبسوطين إن إحنا كنا معاكم النهاردة، وفي آخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة. أشوفكم إن شاء الله في حكاية جديدة من حكاوي أماني الحلقة اللي جاية. سلام عليكم.